استاذ بديع، برحب بيك على شاشه قناه الاهلي وسعيد بالتاكيد بالتواصل معاك خلال هذه الحلقه. اتشاطرك نفس السعاده كابتن محمد، تحياتي ليك ولكل العاملين في قناه الاهلي وبالطبيعه لكل جماهير الاهلي. سعيد ان نكون متواجد معاك مباشره عبر قناه نادي القرن. الله يخليك. طيب احنا بنتكلم على مباراه مهمه جدا، مباراه الترجي والاهلي، والتناول الاعلامي في هذه الفتره مهم جدا، لذلك حتى احنا لما بنختار ضيوفنا بيكونوا على قدر الحدث، سواء في التعامل الاعلامي والتناول الاعلامي مع الجماهير التونسيه او حتى مع الجماهير المصريه وبالاخص الجماهير الاهلاويه. شايف التناول الاعلامي ازاي، وشايف مدى اهميه هذه المباراه واستعداد كل فريق خلال هذه الفتره؟ هو في الحقيقة تعودنا على التناول الإعلامي يعني من الطرفين، سواء كان من الجانب المصري ولا الجانب الإعلامي التونسي، أنه المواجهات هذوما كلاسيكية في دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والأهلي، متعودين عليهم، متعودين على القيل والقال من هنا ومن هناك، يعني بالطبيعة لربما تسخين شوية الأجواء حتى تتماشى مع القمة الكبيرة الأفريقية هذه، لأنه أنت تعرف وما يخفيكش كابتن محمد وأنه مواجهة الأهلي والترجي هي المواجهة الأشهر في أفريقيا في منذ بداية الألفية الثالثة، يعني منذ نصف نهائي 2001 واللي جمع الفريقين وتأهل وقتها الأهلي في 2010، الترجي في السيمي فاينل كان تأهل. هو شهدنا تقريبا 20 مواجهة في أو 20 مباراة في 10 مواجهات جمعت الفريقين، مواجهة واحدة في كأس الكونفدرالية وبقيت المواجهات الأخرى في دوري أبطال أفريقيا، بالتالي كما قلت لك يعني مواجهة كلاسيكية. التناول الاعلامي عادي ومتعودين وانه الاعلام المصري ساند فريق الاهلي كما الاعلام التونسي ساند فريق الترجي، لكن هذا لا ينفي بالمره وانه الفريقين في علاقات كبيره تجمع بيناتهم، سواء كان على مستوى الجماهير، على مستوى الاعلاميين، على مستوى اللاعبين والاداريين. تعرف كل موسم نستناو ماتش الترجي والاهلي لانه نعرف جيدا انه المباراه هذه دائما ما تعتبر نهائي قبل الاوان المسابقه الافريقيه، للاسف جاءت المره هذه في نصف النهائي، لكن نتوقع انه الفائز من بين الفريقين هذوما الترجي والاهلي باش يكون هو بطل افريقيا الموسم هذا ان شاء الله. اكيد. طيب الظروف متشابهه يا كابتن بديع، يعني خلال هذه الفتره الترجي انتهى من مباريات الدوري التونسي، خرج من كاس تونس على يد النجم الساحلي، الاهلي حاليا طبعا متوقف الدوري العام بسبب الاجنده الدوليه، وبالتالي الفريقين في حراحه سلبيه خلال هذه الفتره. هل ترى هذه الراحه ممكن تؤثر سلبي بشكل سلبي على الأداء الفني ونشوف المباراة ممكن مش بنفس المستوى الفني اللي البعض بيتوقعها، ولا أنت شايف الاستعدادات إزاي لكلا الفريقين خلال هذه الفترة؟ هو سلاح ذو حدين كابتن محمد، يعني أنت ما يخفاكش الأهلي لعب مباراة ودية أعتقد منذ يومين وعنده راحة الحين اللاعبين، الترجي نفس الشيء لعب مع منتخب الشباب، منتخب تونس للشباب. هي خلينا فيها قراءتين، في اللي يقول لك ممكن الراحة جيدة أيضا للفريقين حتى التحضير والتركيز يكون أكبر على مباراة سيمي فاينل دوري أبطال إفريقيا، وفما شكون يقول لك يعني رأي ثاني يقول لك أنه مش من مصلحة الفريقين عدم المحافظة على وتيرة ونسق المباريات سواء كان في بنهاية الدوري التونسي أو بتوقف الدوري المصري. في الأثناء في بعض لاعبين من الترجي مع المنتخب التونسي، أنت تعرف الفترة هذه في ثلاث مباريات، مباراة لعبت مع الكونغو الديمقراطية وفي مباراة ثانية يوم الجمعة تليها مباراة أخرى يعني مع الجزائر يوم الجمعة ثم مع مالي، بعض اللاعبين متواجدين مع المنتخب، في بعض اللاعبين المحترفين كذلك في الترجي متواجدين مع منتخباتهم خارج 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 تونس، والبقية المجموعة تستعد ومتواجدة حتى تكون حاضرة في المباراة هذه. أنا في اعتقادي لن تؤثر لأنه يعني مباراة الأهلي والترجي في حد ذاتها محفز كبير لكل اللاعبين سواء كان من جانب المصري أو من جانب التونسي، يعني تعرف المواجهات هذه عادة اللي يسجل فيها اللي يتألق فيها ما تنساهش الجماهير لمدة سنوات، بالتالي نتصور أنه كل اللاعبين باش يكونوا جاهزين، اللي باش يكون جاهز أكثر نفسيا أكثر منه بدنيا في اعتقادي في المواجهتين الثنائيتين في رادس وفي القاهرة هو اللي باش يكون أوفر حظ في التأهل لمباراة الفاينل يوم 17 يوليو في ملعب الدار البيضاء. طيب في فقرة ترند الترند قبل ما تكون معايا على الهواء مباشرة كابتن بديع، كنت بتكلم على اتجاه بشكل رسمي في تونس من قبل نادي الترجي والاتحاد التونسي لكرة القدم بخصوص حضور جماهير في لقاء الذهاب على ملعب رادس يوم 19 يونيو، ويمكن وانا بتصفح حتى المواقع والمواقع الرياضية في تونس، مثلا شمس اف ام النهارده الاذاعة التونسية قالت الاتحاد الافريقي يهدد الترجي بخصوص طبعا تحذير لجنة الانضباط، الشروط التونسيه جمهور الترجي يطالب بحضور المباراه امام النادي الاهلي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.
القرار الرسمي من السلطات الصحية في تونس من وجهة نظرك ممكن يتخذ امتى بالظبط للمراسلة بعد ذلك للاتحاد الافريقي لاخذ القرار النهائي والعدد الرسمي اللي ممكن يحضر هذه المباراة، ولو عندك كواليس ايضا في هذا الشأن يا كابتن بديع؟ هو اللي ناكده لك واللي مستقيه من مصدر رسمي حتى من الاتحاد الافريقي مش من الترجي فقط، وانه في مراسلة رسمية تمت من إدارة الترجي الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم من اجل امكانية انه ملعب رادس يستضيف على الاقل ما يقارب يعني 20% 25% من سعة الملعب، يعني نحكيه على 15000 بين 15 و 20000 متفرج. تم تقديمه رسميا. الحكومة التونسية من دون شك باش تكون متعاونة مع الترجي، ما نتصورش انها سترفض حضور الجماهير في ظل توفير يعني المستلزمات الصحية والامان الصحي للجماهير لحضور المباراة هذه. وانت تعرف الترجي نقطة من نقاط قوته هي جماهيره، نتذكروا فاينل 2018، نتذكروا ضد الاهلي بالطبيعه، نتذكروا نهائي الوداد كذلك في 2019، ومباريات غيرها كثير يعني في دور نصف نهائي كذلك نسخه 2019 ضد بريميرو دي اغوستو او 2018 عفوا، كان الجماهير لها دور كبير في تاهل الترجي في مؤازره اللاعبين. اللي ناكدوا انه اداره الترجي باش تعمل كل ما في وسعها من اجل انه الجماهير تكون حاضره، لانه الجمهور التونسي وجمهور الترجي خاصه قايم بحملة كبيرة على السوشيال ميديا هنا في تونس من أجل يعني السماح للجماهير الترجية بالحضور في المباراة هذه، مباراة الذهاب اللي يعول عليها كثير الترجي من أجل أنه يتوج للمرة الخامسة بلقب دوري أبطال إفريقيا، وحتى هاشتاج يعني بالتونسي سيب الجمهور، أي أترك الجمهور يعني يحضر المباراة هذه. هذا هو الهاشتاج اللي شاهدناه بكثرة على فيسبوك خاصة من الجماهير التونسية اللي طالب، وأنا نأكد لك اللي الحكومة التونسية نتصور وزارة الصحة التونسية باش تراعي من دون شك الظرف الصحي، لكن في المقابل زاد باش تحاول تكون الى جانب الترجي ممثل كره القدم التونسيه، وانه الجماهير تكون حاضره من غير ما يكون فيها تبعات صحيه لا قدر الله تكون معناها ترجع بالوبال على المجموعه اللي باش تكون حاضره في رادس. لكن المعلومه الاخرى اللي عندي وانه الاتحاد الافريقي يعني بالاضافه لموافقات السلطات التونسيه على حضور الجماهير، فانه على الاتحاد الافريقي ان يتلقى موافقات من السلطات المصريه على حضور الجماهير في مباراه العوده، يعني اذا تم السماح للجماهير التونسيه بالحضور في رادس فمن المنطق ان يتم السماح ايضا للجماهير المصريه بالحضور في استاد القاهره اذا كان هو باش يحتضن المباراه هذه. نتصور في غضون الاسبوع هذايا من هنا لنهايه الاسبوع القرار باش يجينا من الاتحاد الافريقي، نتمنى يكون بحضور الجماهير، لانه تعرف انت مباراه الترجي والاهلي مباراه حلوه برشا ويزينها يزينها الحضور الجماهيري سواء كان في تونس او في مصر، وانت تعرف العلاقه الكبيره اللي تجمع بين جماهير الترجي وجماهير الاهلي، التراس الاهلي وارتس الترجي، في حتى يعني اناشيد واغاني تحمل نفس الالحان لكن بكلمات مغايره، تونسيه من جانب الترجي ومصريه من جانب الاهلي، وتغنى هنا وهناك، وشفنا حتى في كؤوس العالم للانديه وقت اللي تشارك الترجي جماهير الاهلي يحضر مع جمهور الترجي، والعكس صحيح ايضا. طيب في حال اذا كانت مباراه العوده لقاء الاياب في استاد الاهلي والسلام هتكون بدون جمهور، هل ممكن يكون لها تاثير على قرار الكاف في لقاء الذهاب ان يتلعب ايضا بدون جمهور؟ والله اذا كان توفرت يعني متطلبات السلامه الصحيه لا اعتقد ان الاتحاد الافريقي سيرفض لسبب بسيط، السوبر الافريقي الاخير لعب في استاد جاسم بن حمد في نادي السد في الدوحه كان بحضور تقريبا 3000 او 4000 متفرج، يعني ما يعادل تقريب 30 35% من سعه الملعب. في مباريات وديه الان في افريقيا تلعب منتخبات افريقيا باستثناء ربما تونس او الجزائر ما شفت الجماهير حاضره في المباريات نتاعها، بالنسبه لبقيه المنتخبات في بعض المنتخبات التي استضافت مباريات بجمهور، يعني لا اعتقد انه في مشكل لو السلطات المحليه في كل دوله بامكانها ان توفر يعني مقومات السلامه الصحيه، علاش لا نشوفوا جماهير، لانه كما قلت لك عرس افريقي ومسابقه كما دوري ابطال افريقيا التي تضاهي ان صح التعبير دوري ابطال اوروبا في اوروبا، علاش لا ما نشوفوش يعني جمهور على الاقل طاقه استيعاب الملعب مش بالكامل لكن بنسبه مئويه بين 20 30%، هذا باش يعطي اكيد اضافه كبيره للمباراه سواء كان فنيا او حتى جماليا او حتى من خلال النقل التلفزيوني للمباراه. اكيد. طيب سؤال اخير عشان ما اطولش عليك اكتر من كده يا كابتن بديع، الصحافه التونسيه حاب الرد محمد اتفضل. محمد انا شفتكم حاطين اجمل اهداف الاهلي في المسابقه الافريقيه، انا عندي اجمل اهداف الاهلي السنه دي. ايه اجمل هدف؟ طب ايه اجمل هدف احرزه الاهلي السنه دي؟
الهدف الاول ضد سان داونز في مباراه الذهاب، لاني اعتقد هذاك هو مفتاح تاهل الاهلي للسيمي فاينل. طاهر محمد طاهر، مظبوط. بالضبط، طاهر محمد طاهر، لانه جاء عندما كان مسيطر فريق سان داونز على المباراه اكيد بمجهود فردي، مكن الاهلي انه اعتقد انه كان مفتاح التاهل للسيمي فاينل. يا مسال يكون جاهز في لقاء رادس ان شاء الله باذن الله. طيب هسالك بعد، لا لا خلي الترجي يتاهل عاد. طيب هسالك سؤال اخير، الله يخليك، هسالك سؤال اخير متعلق بقى بلاعبي الترجي التونسي، وكانت بعض الصحف التونسيه اتكلمت على ان بيطالبوا ببعض المستحقات، والاعلام التونسي ذكر هذا الموضوع، وللاسف الاعلام الرياضي في مصر وبعض المواقع تناقلت هذا الخبر وكتبته، وانا مش مؤمن بنظريه ان حتى لو في اخبار مكتوبه في الصحف التونسيه اخدها نصا وانقلها عندي في الاعلام الرياضي المصري، ممكن ما تكونش الاخبار صحيحه، ممكن تكون اخبار يعني تتفهم بشكل خاطئ. عايز اعرف الموضوع ده ومدى صحته، وفكره ان بعض المواقع بتتناقل اخبار من بعضها سواء في مصر وتونس او تونس حتى مع صح. المواقع المصريه، لان ده ممكن بيسبب ازمه او بيعمل قلق لدى الجماهير قبل مثل هذه المباريات الكبيره. انا لن اشكك في مصداقيه اي وسيله اعلاميه تونسيه او مصريه، لكن اللي نعرفه انه اداره الترجي خاصه في الجانب المالي فريق منظم جدا، يعرف كيف يتصرف في هذه المسائل حتى وان كانت فما مشاكل. يعني لا اتصور انه في هذا التوقيت بالذات وقبل مباراة الأهلي، يعني لو كان في أي مشكل مادي لا تصور أنه إدارة الترجي كانت يعني تتأخر في حله. اللي نعرفه ومن ناس قريبة من أجواء الفريق أنه ما فيش مشكل نادي وما فيش خمس لاعبين أضربوا، الدليل وأنه موقع الترجي أمس وحتى الصفحة الرسمية نزلت صورة تجمع خمس لاعبين الذين تم ذكرهم في التقرير الصحفي اللي يتحدث على خمس لاعبين يطالبون بمستحقاتهم، من بينهم النجم الليبي حمدو الهوني، كانوا حاضرين في التدريبات. لا اعتقد انه لاعب يشتكي فريقه صباحا ليتمرن مساء. صعب جدا انه اداره الترجي يعني توقع في فخ كمن هذا. بالنسبه للتجديد بعض اللاعبين اعتقد انه اجل الموضوع، مثل ما هو الحال في النادي الاهلي في بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قريبا، والاهلي اختار انه يكون الحديث في تجديد بعد مواجهه الترجي، وهو نفس الشيء من جانب الترجي. الترجي اذكى بكثير من انه يضع نفسه في موقف مثل هذا، خصوصا قبل مباراه كبرى وكلاسيكيه كما قلت لك اللي تجمع الترجي بالاهلي. الزميل الاعلامي بديع بن جمعه، الاعلامي التونسي القدير، انا بشكرك وبشكرك جدا على تواصلك معنا، وباذن الله متواصلين كمان الفتره الجايه، لان لسه عندنا مساحه من الوقت سواء قبل لقاء الذهاب او حتى لقاء العوده في القاهره. شكرا جزيلا للاعلامي التونسي بديع بن جمعه.